شكرا لمشاهدتك تريندينج، سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها. تبخرت أحلام الجزائريين وآمالهم في التحاق اللاعب حسام عوار نجم فريق ليون بالمنتخب الجزائري، فقد اختار رسميا ارتداء الألوان الفرنسية وليس الجزائرية. حسام عوار بمواليد 30 من يونيو عام 1998 من مدينة ليون وسط فرنسا، انضم لأكاديمية أولمبيك ليون في عمر 11 عاما، وأصبح في عام 2014 بطل فرنسا الأصغر قبل سن 17. سطع نجمه أكثر مع مباراة دوري أبطال أوروبا هذا العام، والتي قادت فريقه أولمبيك ليون إلى نصف النهائي. يلعب وسط ميدان وذو قدرة على تنفيذ مهام دفاعية وهجومية كبيرة. طبعا الحملة بما حملته من كلمات نابية وتعبيرات جارحة استدعت تدخل جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري. بلماضي صرح قبل فترة، صرح في تصريحه أنه ينوي ضخ دماء جديدة في منتخب بلاده. البعض فهم أنه سيضم حسام عوار، ومن هنا بدأت المنافسة الشرسة بينه وبين ديدييه ديشان مدرب الفريق الفرنسي. رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي اتصل بعوار للرد على العرض، فاعتذر عوار شارحا أن خياره الأول هو الفريق الفرنسي وليس الجزائري. كان هذا يوم الخميس الماضي حسب التقارير. ثم غرد حساب الفريق الفرنسي بتشكيلته في مواجهة السويد وكرواتيا في الأسبوعين المقبلين. عوار وضع على قائمة المهاجمين إلى جانب غريزمان وبامبي مبابي ومارسيل وإيكوني وآخرين. شن عشاق الكرة الجزائريون حملة قذف وتخوين تعرضت حتى لأفراد عائلة عوار. دخلوا صفحته على فيسبوك، عيروه بنجوم آخرين مثل رياض محرز، إسلام سليماني، فهم أكثر وطنية منه لأنهم اختاروا الفريق الجزائري، هكذا حسب قولهم. الصورة تقول لابوبال وتعني إلى المزبلة. تدخل عدد من العقلاء والصحفيين للرد على الحملة، منهم المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراج، يقول حسام عوار لم يختر اللاعب لفرنسا، بل فرنسا هي التي اختارته بعدما أعطته كل شيء وجعلت منه نجما. أتمنى أن يتم التعامل مع ترسيم استدعائه لمنتخب فرنسا بالاحترام الذي يستحقه. انضمامه لن يضر الجزائر مثل ما ضرها الذين أعطتهم الجزائر كل شيء، لكنهم نهبوا أموالها واختاروا غيرها ملاذا لهم. هذه بعض التغريدات من الجزائريين. أبو صاغر يقول لك في تغريدته: حسام عوار تعلم لاعب الكرة على حساب فرنسا، وتم تجهيزه وإعداده في أفضل أكاديمياتها. الجزائر ليس لها يد في تجهيزه، فهي بلد الأجداد، ولا أستبعد أنه لم يسبق له زيارة الجزائر. تغريدة أخرى من جيسيكا تقول: حسام عوار من أم جزائرية من ولاية تلمسان، يختار رسميا المنتخب الفرنسي. لو كان من أصل قبائل لقامت القيامة على الأمازيغ عامة. النفاق من نوع أبو أصبع، في دلالة على من أيدوا الجيش والحكومة أثناء الحراك السلمي الجزائري. قاضي عبد القادر يقول: الجزائر يجب أن تكون في القلب وأن تكون هي الاختيار الأول والأخير، فالوطن ليس نادي حتى نفكر أو نختار إذا نلعب له أو لبلد آخر. الوطن واجب عليك اللعب معه، وإلا فلتذهب إلى الجحيم. مالك نابتي يقول: مالك ما مالمون الأول وهو حابب مع فرنسا، هو حابب يلعب مع فرنسا، أنتم اللي نزلتم من شأنكم. وبالماضي قالها ولم يستدعيه بسبب ذلك، وقالهم هو حر وأنا ما نحاولش. مع دخول النوادي فترة الانتقالات الرياضية، بدأت المنافسة أيضا لاستقطاب عوار. تقارير صحفية تقول إن يوفنتوس الإيطالي وافق على صفقة انتقاله للنادي، بينما في سؤال حول انتقاله إلى أرسنال الإنجليزي أو مانشستر سيتي جاءت إجابة حسام عوار مبهمة، يقول: لم أنتقل بعد. ينضم إلي عبر خدمة سكايب من الجزائر رئيس قسم الرياضة في جريدة الخبر رضا عباس. أستاذ رضا، مرحبا بك. لماذا يلام اللاعب دائما إذا اختار موطن عيشه، موطن مولده، لأن يلعب ضمن صفوفه ولم يختر أصله الجزائري؟ شوف، أعتقد أنه حسام عوار اختار كما يقال الخيار الأنسب أو المنطقي
أو حسن العقل أنه يختار المنتخب الفرنسي، لأنه ترعرع في فرنسا وولد في فرنسا وكبر في فرنسا، والكرة الفرنسية هي التي صقلت مواهبه وهي التي أوصلته إلى الدور النصف النهائي لدور رابطة أبطال أوروبا. طيب هل هناك تقصير من الاتحاد الجزائري في استقطاب اللاعبين الجزائريين أو من أصول جزائرية والذين يلعبون في الخارج؟ شو لا، العيب ليس في تقصير الاتحاد. احنا مشينا في هذاك في هذيك السياسة أننا نبحث عن العصافير النادرة في البطولات الأجنبية. العيب ليس في الاتحاد الجزائري. صحيح أن الاتحاد الجزائري الحالي على عكس الاتحاد الجزائري السابق اللي كان يرأسه محمد رواوة كان يسعى دائما للتواصل مع اللاعبين المغتربين، اليوم السياسة هذه انقطعت نوعا ما مع الاتحاد الجزائري. لكن ليس العيب في الاتحاد الجزائري وليس العيب أيضا. طيب هذه الحملة التي شنها الجمهور الجزائري وعشاق كرة القدم الجزائريين ضد عوار كانت ستكون بنفس الشراسة لو أن يعني اختار أن يلعب، لو أن جنسية عوار هي جنسية ألمانية وليست فرنسية، أم لفرنسا حساسية معينة؟ لا صحيح هناك حساسية معينة، لأنه ما ننساش 132 سنة من الاستعمار. اليوم صحيح انه عوار اختار الجنسيه الرياضيه، دوك اليوم ما نقدروش نقولوا انه خان وطنه ولا خان وطن الاجداد تاعو للعائله تاعو، لكن العيب يكمن في الكره الجزائريه التي اصبحت نعم. الان عقيمه ولا تنجب لاعبين مثل عوار. العيب لانه الجزائر أكبر من عوار وأكبر من زيدان وأكبر من فقير وأكبر من العديد من اللاعبين. كل شكر لك عبر خدمة سكايب رئيس القسم الرياضي في جريدة الخبر رضا عباس.